المغاربه غادي يقدروا كاع يوصلوا للنصف النهائي ولا الربع النهائي كما كيديروا كل كوب، وكيقولوا له ونتمنوا من المغاربه نتاعنا انهم ما يلعبوناش على كاس ولا يلعبوا كوب، ولا يلعبوا لنا على الدرابو، رجعوا لنا داك الشيء القديم اللي كنا نعرفوا المغاربه، المهم داك الجيل القديم. بالنسبه للتوقعات كنظن انه من الافضل ما نتوقعوش شي حاجه وما نتمنى يعني ما نقولوش انه غادي نربحوا بهادي ولا بهادي ولا غادي نخسروا، حيت كتبقى كره اون فان كونت. ديما كنقولوا انه غادي نربحوا راه حنا داخلين فرقه قويه في التالي كتفشنا في الحنك، دونك يستحسن انه نخليو الامور تمشي كيف ما هي. نتمنوا انه التخطيط الجديد نتاع المدرب يكون في المستوى وانه يقدر يوصل معنا لواحد النيفو اللي زوين، ما كرهناش نتاهلوا حتى حنا وننجحوا ونفرحوا، ولكن الكره كتبقى هي هذه، كاين خاسر وكاين الرابح. فينالمون غادي نبقاو مع المنتخب نتاعنا خسر ولا ربح. بالنسبه ليفيكتيف كنقولوا بلي عندنا زعما واحد ليفيكتيف اللي هو اسي بون، عنده زعما واحد ليكسبيريونس كبيره في الفوتور الاوروبيه، مي واش غادي نقول لك، افريقيا ديما كيكونوا عندها لي كالكول نتاعها، فهمت؟ ديما كنا ندخلوا مرشحين 2004 2008 ديما مرشحين، مي فينالمون عندنا واحد الكار ولاو كنمشيو نروحوا في طريقنا. بون نتمناو لهم التوفيق ورانا مع المغرب. بالنسبه للترشيحات كنقول بلي ودي الجيري السنغال عندهم واحد ليفيكتيف زوين يقدروا يمشيو به بعيد، مي هذه هي كره ما تقدرش تعرف شكون غادي يوصل. مسيره موفقه للمنتخب الوطني ديالنا، ولما لا ان شاء الله كاس افريقيا، عندنا فريق زين، عندنا لعابه زينين، وان شاء الله يكون الخير ولا يوفقهم. وحنا الحاجه الوحيده اللي بغى الشعب هو بغينا كاس افريقيا، لاقاش غاب علينا هذه مده، وان شاء الله نتمنى من اللعابه يلعبوا نفس ويلعبوا قلب ويفرحونا ويفرحوا الشعب كامل. القعد ديالي لمباراه المنتخب الوطني، المهم طول المجموعه سغندوز اخويا فهمتي، كاينه العناصر ولكن اخويا الطور ديال الربع والنصف محال باش نوصل، المهم لو وصلنا النصف فهمتي درنا انجاز، بالحكم ما كاينش غيابات اخويا حكيم زياش ما كاينش حشومه، واش نقول لك، واللعب زنزوله اخويا حتى لاخر لحظات اخويا بينا، المهم ما عليناش، المهم اخويا راني فاقد الامل في المنتخب الوطني انا يعني بكل روح رياضيه. لا دوزنا الربع ولا النصف راه حنا هما الشداد. توقعات ان شاء الله غادي تكون مذبوحه وبغيهم ديما يكونوا القدام، وان شاء الله ما ديما يوصلوش حتى البيلانتيات، لحقاش هما ديما بيلانتيات ما عندهمش الزهر، لحقاش كرة الحظ ديما ما عندهمش الزهر، ونبغيو كلمة اللاعبين نديرو اللي في جهتكم وكذا، وراه حنا ديما نساندوكم وتحية لكم. صافي ان شاء الله تربحوا، بغيناكم ديروا مع الجزائر، بغينا يعني تغلبوا لنا الجزائر، درتوا في التصفيات مع الجزائر بغيناكم تغلبوا الجزائر.